بعدين انا نفسي افهم انت حاطط حسن في دماغك ليه؟ ايه اللي بتقوليه يا مها؟ الراجل نجح بمجهوده. اصل يا طنط مش عارف انا عملت ايه عشان خاطرها، لولا ان دخلت في المشكله دي ووصلت الصوره الحقيقيه للعميد كان زمانها خلت رفدة هي كمان. تترفدي يا مها؟ اخس عليكي، بعد كل التعب اللي انا تعبته علشانك انت نسيتي انا ضحيت بايه من يوم ابوكي الله يرحمه ما مات؟ انا حرمت نفسي من كل متع الدنيا، نادي الجزيره اللي كنت بروحه كل يوم بطلت اروحه خالص، المساج بقى مرتين في الشهر بس، وبعد ده كله تترفدي؟ انا خلاص اعصابي مش قادره، مش قادره يا مها. اهدي يا طنط اهدي، مش كده. لا مش قادره اهدى، شايف البنت دي دماغها عايزه كسرها، وبعدين دي هتموتني. ما تقلقيش مها في حمايتي، وطول ما انا موجود في الكليه ما حدش هيقرب لها ابدا. نيل انا طبعا هعدي لك الكلام اللي انت قلتيه ده عشان انت مش عارفه مصلحتك فين. بعد عليا بكره في الكليه عشان تاخدي ورق الماده بتاعتي. انا ولا هعدي بكره ولا بعده، واحتمال كمان اغيب اسبوعين. يلا يا رامي. عاجبك عمايل بنتك؟ لا طبعا ما يعجبنيش. ايه يا مها اللي انت عملتيه ده؟ كسفتيني قدام الناس، مش عامله اي اعتبار للكبار، وكل ده بسبب الصايع بتاعك. يا مامي حسن مش صايع، وبعدين ابن اختي كل مبوظ صورته عشان حسن احسن منه. ولما هو احسن منه كان سقط ليه؟ اسالي انكل خليل، هو اكتر واحد يعرف حسن سقط ازاي وازاي ابنه جاب امتياز وبقى معيد. مها عيب قوي التلميحات دي، مفيش حد ابدا بيتكلم على ابن خالته بالطريقه دي. مش معقول كده، الولد ده عمل في دماغك ايه؟ اسمعي، هي كلمه واحده، علاقتك لازم تتقطع بالولد ده حالا، مفهوم؟ اخوك بقى لما الدنيا تضيق بيه خالص يجي على هنا. انا اسف يا حسن، انا السبب في اللي حصل، يا ريتك ما كنت دخلت في الموضوع. انا مش عارف اتاسف على ايه، بيك من غيرك كانت هتحصل خناقه، ولا ما تعرفوش بقى ان رياضه هو اللي وزز ولاد اوتاكا وانت واخدها على صدرك يا عم. طولها زي عرضها بقى تاخد رفض اسبوعين وتقول لي طولها زي عرضها؟ يا حسن انت بالنسبه لي حاجه تانية. اتقل اتقل. ايام والله العظيم انت اللي وحشاني. يام انا كويس، انا باكل كويس وانام كويس واشتغل كويس. انا يوم الدنيا مدياني كل اللي انا عايزه، تصدق بالله انت مكلماني في الوقت اللي هو يا زمن. من اول يوم جيت في مصر وانا كنت متاكد ان هكون احسن مهندس في الدنيا،